إذن فجماعة حلايب وشلاتين أنا أقول لكم حاجة واحدة بس، واحدة بس، بس بسيطة إنما قد تكون عميقة، هتخرج من القلب توصل للقلب إن شاء الله. إحنا بنحبكم بس، خلص الكلام. انتوا من اجل المواصلات وخدمة المواصلات عشتوا لوحدكم كتير، ولكن احنا زي ما بنقول احنا بنحبكم فاحنا مش هنسيبكم، بس هي كلمة ورد غطاها. في كتير حاولوا وجوم وكذا الى اخره ومشوا، احنا الطريقة بتاعتنا الديمومة، احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. فان شاء الله ربنا يبارك فيكم وربنا يجمعكم على الخير، حبوا بعض وحبوا البلد وتمسكوا بامر الله ورسوله، هتلاقيها فريت وبقت حلوه، وان شاء الله انتوا بنعول عليكم في حاجات كتير، بس مش هنتقل عليكم، تتقل عليكم في مخنا بس، انه يا رب عز بيهم، يا رب انصر بيهم، يا رب عمر بيهم. عايزين حتة الصحراء اللي هناك دي تبقى جنة من الجنات، ومش هيعمل كده الا الشباب. وادي انتوا شفتوا المزارع عاملة ايه وكذا الى اخره، حط في دماغك ان ربنا خلقك عشان تعمر الارض، عمروا الدنيا، الدنيا هتعمر معاكم وهتفتكروها صعبة، بعد كده هتلاقوها سهل. لما جينا هنا كانت هذه المنطقة خرابة، خرابة بمعنى خرابة. الحمد لله شوف الجناين، الحمد لله شوف المسجد، الحمد لله حاجة تانية بصراحة يعني، واخد بالك؟ فكان الناس وهم يشوفوني يقول ايه ربنا يعمر بيك، يدعي كده دعوة مصرية كده، ربنا يعمر بيك، فربنا يعمر بيكم. ونروح الشلاتين وحلايب دي ونلاقيها جنة، ما نلاقيهاش مكان قفر أو مكان طارد أو كذا إلى آخره، ولكن ده مش هيجي إلا بأهلها. الأرض بتاعتكم دي ده فيها كنوز، ولكن تحتاج منكم إلى أنكم تحبوا بعض، تشتغلوا مع بعض، وتحبوا ربنا. هتحبوا ربنا من هنا، هيوفقكم من هنا، والتوفيق هتشوفوا بركته. أدي اللي أنا أقدر أقوله لكم، وربنا يعينكم وربنا يكون في عونكم وقلوبنا معاكم. ملخص الكلام ده كله، الهرت ده كله، ده إحنا بنحبكم.